Değil mi? Thank you.
الصوت صورنا صار ساعتين عقب ريحه والهواء ساقين درجه له هاي على وجه الفضاء ان شاء الله يا رب احنا الله حافظنا واحنا ولا مره عولنا على الحكومه هاي الضعيفه وان شاء الله الله الحافظ وانا اقول للناس تزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوا الله ويعلمكم الله الله كل هاي دروس يعلم البشر كيف يواجه الازمات والله انا امشي واقول شلون باكر يوم القيامه اذا الناس هسه على مود لقمه اكل هيك متصارعه وخايفه فكيف باكر بيوم القيامه فتزودوا اقولهم احسن شيء هو التقوى وقراءة القرآن والأذكار والدعاء لجميع المسلمين أنا أدعي لجميع المسلمين أدعي لأهل العامرية وأدعي لأهل العراق كلهم وأدعي للمسلمين كلهم مسلمين والله خبصوا العالم ما سووا شيء بخير خبصوا العالم يعني هاي العالم جاي شون مهلوعة وبس لتشتري مواد غذائية وإن شاء الله الله الحافظ وإن شاء الله إذا بيها يعني تعقيم إذا بيها تعقيم للشوارع للمحلات هذا خير إن شاء الله أنا من أعرف اليوم جيراني مريض أسد الباب عنه أحسن ما أسوي غير شيء وإن شاء الله الله يحفظ الجميع يحفظ المسلمين يا رب ويحفظكم الناس أكثرها تتأذى لأن يعني أكثرها بالبيوت ومحتاجين يعني المواد والشغلات فيعني يصير صعبة جدا مزدحمة يعني الأسواق الشوارع يعني المدن وصايرة يعني بكثرة يعني الناس يعانون من هذا الشيء يشترون أكثر من هذا يعني دا يشوف طريق مزدحم من السيارات ومن البشر والمحلات يعني دا تشوف صعوبة إنه نشتري الشغلة يعني الحاجة اللي يريد نشتريها هو يعني نضل نتأخر يلا نشتري الأشياء الإجراءات الحكومية حاليا مستنفرة قواها لكن الكم الهائل من التأخير الموجود عند الدولة سابقا والفساد الإداري اللي موجود في وزارة الصحة وحتى بإلغاء وزارة البيئة ودمجها مع وزارة أخرى جعل المتراكم الموجود بالحال اللي نعيشه على كاهل المواطن صعب جدا لأنه البيئة تعبانة بصراحة ويعني تجي تلقى النفايات في بعض الأزقة والشوارع اللي موجودة في بغداد يعني منهكة ما يستطيع المواطن أن يعني يسير بالشارع وهو مطمئن على شخصيته يعني على عفوا على وضعه العام الشخصي الصحي فتلقاه يعني تقريبا شبه خايف شبه يعني عنده وجل أنه يقول لك أني لربما هذه دول عظمى هي يعني تقريبا هزها هذا الفيروس هو فيروس كورونا واما احنا اللي يعني على قابلياتنا البسيطه وقدراتنا البسيطه فماذا سيفعل فينا كورونا يعني هذا اللي هو المواطني دائما يعني خايف منه بالنسبه منع التجوال حظر منع التجوال اللي جرى هسه ان شاء الله هالايام القليله أنا أعتقد هذا حيأثر على المواطن العراقي بالذات على الكاسر يعني هسه بالتاكسي أو المحال حيأثر عليه أنا برأيي يعني منع التجوال اللي يسووه هسه حاليا شنو الإجراءات مالتهم حيطلعون فرق طبية على البيوت زين حيسدون الحدود
انا اسال الحكومه هاي الاجراءات مالتها شنو اللي يسووها؟ بس منع التجوال وقاعدين ببيوتنا وهاي هذا مو حل اعتبره. هي الحدود ما طول مفتوحه الفيروس ينتشر بالعراق. انا باعتقادي ما طول مفتوحه الحدود زين منع التجوال احتمال سيارات ما موجوده زين ما فكروا المريض اذا واحد يتمرض شلون حيوصل للمستشفى؟ منع التجوال انا مع حظر التجوال اذا بي نتيجه بس ما قاعدين ببيوتنا وهاي والناس ما يدري عليها هذا مو حل ما اعتبره حل. الحل الوحيد يسدون الحدود. انا برايي يسدون الحدود حقيقه اجراءات ضعيفه وغير قادره على اي شيء وللاسف الثقافه الصحيه عند المجتمع العراقي متدنيه لانه الكمامه ما تفيد بقد ما يغسل ايده اصلا ابسط ما بها كلور اسوي مناطق مي وكلور تعقيم 10% اخلي السيارات باي منطقه تفوت تمر بها المفروض اي ابو محل يخلي له هذا الاجراء البسيط يقدر يسيطر او فيدينيود اي ماده قاتله للبكتيريا والفيروسات هي كافيه. انا عن نفسي طبيبه بيطريه بادويه سامره اشتغل احنا نعرف شنو الديتول شنو مالت المكونات الكلور ماده كافيه وغسل الايدين شيء كلش كافي اضافه الى ذلك التوعية تكون بحدود المعقول. أهم شيء هو غلق المنافذ الحدودية. أهم شيء مطار بغداد لا يستقبل الناس المصابين ويجيبوهم بالناس مصابين ودي يموتون. البارحة اللي المصادف يوم 15/3 تفوت الدولة طائرة كاملة من مشهد أنا شفتهم بعيني مصابين واصلين مرحلة الموت منتهين يعني الإصابة جايبيها أو جايين حتى الدفن مالتهم غلط هنا حتى لو كانوا عراقيين هذا حرام. أنا دا أحكي لك أنا كادر طبي إحنا ما يصير نتصرف بهاي الطريقة. أنا بنتي طالبة بالأردن جبتها لأن أنا أسيطر على الوضع. إحنا حقيقة بس المواطن الكاهل عليا ولي هسه خلي يصرفوا رواتب الناس لي قدام خلي حتى يقدرون يحققون أعلى هايجين بعدين تعقيم بخاخات الطائرات المفروض تشمر فد مادة بالجو يعني بمناطق معينة مفتوحة بين الأماكن مو على الناس تقتلهم لا لكن لازم تكون بطرق مدروسة مرتبة المستشفيات مالتنا خل تفتح أبوابها بشكل صحيح المستوصفات يسوون فرق جوالة يسوون توعية إحنا كل الكوادر الطبية مستعدين إذا صار عندنا نفير إحنا مستعدين شوارعنا نسويها خيمات صحية لا سامح الله الله لا يوصلنا للمرحلة ونقدم أي خدمات وإحنا بالفعل أنا بالنسبة أهل شارعي ومنطقتنا شباب العامرية سووا تعفير للمنطقة بدائرتنا سوينا تعفير يوميا ننظف الديتول يوميا نمسح الديتول البقاق بعدين أنا هذا الديتول هو معمل أدوية السامرة يقدر يكفي العراق ليش يخلون المعمل تحت ضغوط معينة حتى لا ينتج لا أنتج وأعطي بخاخات وأعطي غسل وغسول كافية وأوجه الناس بالشكل الصحيح وإن شاء الله الحرارة من رب العالمين ترتفع ونسيطر على الوضع والله يا حضر التجوال هذا بس أذية للمواطنين لأنه راح يقطع الأرزاق الموظف اللي ينتظر راتبه راح ينقطع راتبه لأنه المصارف راح توقف أبو المال اللي ينتظر ماله يتداول راح يتوقف بينما هو حضر التجوال أخليه يعني محدود ساعات معينة أخليهم يطلعون يفوتون أخلي ستاف معين أخلي كوادر أسوي لها هاي الكوادر مثل نظام البكالوريا لما يحجرون جماعة التصريح مع الكنترول أخلي مثلا جماعة هذا الأسبوع يرجعوا لبيوتهم يجون أسبوع بدالهم يدامون وهكذا ممكن والله يا أباني رجال بسيط عندي تاكسي وهل يشوف الناس الهجت على الهجة على المسواق وعلى السوبر ماركت بالنسبه يعني هسه المائل ما عنده شلون احنا فيش حاله يعني احنا قوت يومي جاي ناخذ شلون ما عنده فيش حاله شو يسوي فيش حاله يعني هسه احنا جاي ناخذنا كل من كيلو طماطه كيلو خيار كيلو بوتيته وهاي الناس بلفون وصل له وكيلك هسه مو هذا هسه تعال شو اسالك ولا بيش كيلو هذا بصل البصل كان ب 500 دينار اي البصل كان ب 500 دينار هسه البصل ب 2000 دينار يعني صار اغلى من الفاكهه والله عم توقف الحياه كلها جاي اقول لك انا قوت يومي يعني انت راح توقف لي ما نقول راح توقف لي 3 ايام 4 ايام ما اقول لك لا اسبوع ولا شهر الله وكيلك يقول لي روح اجره روح بوق ليش لان انا عندي هسه 7 جهال وين اودي ذول الجهال غير تقول لي جهالي وين اوديهم شو اكلهم هسه سوقت لهم مال ب 200 الف دينار شو يريدون يسدني يسدني 4 ايام 5 احنا نشتغل يوم ويا ناكل بي هاي وهل يشوف الناس اللي هجت على المسواق وكانما جاي تنباع ببلاش مو بفلوس الله هاك تباع هاي وضعيه مال المخابز يعني توقف على المخبز ساعه يلا تحصل لك ب 2000 دينار خبز زين باكر عقبه من يصير ممنوع التجوال والناس كلها قاعده ببيوتها شلون بيجي حاله
والله حول انتشار الكورونا ومواجهة الحكومة ومواجهتها يعني ما تبشر بخير، لأن ماكو الخدمات الموجودة مثل بقية الدول كوقاية كأمور جدية ماخذيها. فلهذا يعني الحالة بالتزايد، حالات الكورونا بالتزايد. هذا الأمور الدولة حضر تجوال شيء عادي، يعني إذا يكون إلى ما ردود غير مقنعة هو إلى صح، يعني من كوقائيا العالم بشوية تقعد ببيوتهم تستقر، بس لا يأثر على الحياة الطبيعية كأبسط الأمور. العالم التسوق صارت هواية، ارتفاع بالأسعار، الخدمات تكون على قليلة، حظر التجوال يأثر، يأثر على العامل، على الشيء عادي، على المواطن الكاسب يأثر عليه كعمال كمحلات يأثر عليها، خصوصيا العامل اللي يكون على أجوره يومية يأثر عليه. هذا الأمر وقائيا ووقائيا بخدمات، بس احنا نتمنى يعني يكون وقائيا اكثر من الحظر. لهذا الحظر هو شيء عادي، هو اهم شيء غلق الحدود، غلق الحدود يكون غلق الحدود لها بها فوائد، بها فوائد، لان الحدود ما دام الحدود مفتوحه وخصوصيا البلاد اللي بها تكون الفيروس، احنا ما لنا نستفاد من الحظر بداخل المنطقه. لان اول ما يكون هو حظر، حظر على الحدود، اغلاق الحدود حتى يكون قلت الفيروس ونقدر نحتويه. بس إذا الحدود هي مفتوحة والدول المصابة بها فيروس تنقل لنا العدوى، فإحنا ما نستفاد من الحظر اللي يكون داخل المنطقة. والله كل شيء ماكو، ما دا يقدرون يسيطرون عليه، وإحنا الشعب فقير وما عندنا وين نروح، قاعدين وساكتين ببيوتنا. تيادي هم الحدود ما ساديها، بيننا وبين إيران مفتوحة المنظرية، لا تفتيش، لا شو اسمه يعني رقابة، لا أول لا تالي، كل شيء ماكو، مين دا يطبوننا؟ مين؟ والله الفقير يعني طايح حظه، وما عندنا، وناس فقرة قاعدين، الغلا صار فاضح، يعني الأسعار زادت من البارحة واليوم صعدت المرتين، يعني أبو الألف صار ب3000، زين؟ وما عندنا احنا فقرة، ناس قاعدة، ناس تشتغل تاكسي، ناس تشتغل عمالة، مين تجيب العالم؟ كلها قاعدة، مين تجيب؟ والله حظر التجوال حيأذينا هواي هواي، يأذينا، ما أدري هم عندهم فد غايب حظر التجوال هذا، جوز يريدون يشكلون حكومة، مو على مود العالم كيف منتشر الكورونا. الإجراءات الحكومية ضعيفة جدا، وليس بالمستوى المطلوب. المفروض كان يسدون الحدود من أول مرة.
تباطؤوا واخذوا الامور ببساطه ولا سدوا الحدود ولا المطارات وعيشوا العالم برعب. لازم يوفرون امور تخص الشريحه العظمى من مجتمعنا الفقير، لازم توفر لهم بطاقه حصه تموينيه مضبوطه وما تخليهم يحتاجون لاي شيء، وهذا ما ممكن في بلدنا لان الامكانيه الماديه تعبانه. لحد الان اي اجراءات ما متخذه، لحد الان الحدود مفتوحه، اي اجراءات طبيه، اي اجراءات معونه للشعب ماكو. الشعب بدا يعيش بازمه قويه من ناحيه الاقتصاد، من ناحيه الغذاء، من ناحيه الدواء، من ناحيه الكمامات، من ناحيه القفازات، من كل النواحي احنا نعيش بازمه حقيقيه، ازمه واقعيه. والله يحفظ الشعب ان شاء الله، وبالتوعيه يقدر يجتازها الشعب ان شاء الله. واهم شيء هي التوعيه، التوعيه والنظافه. اكو ناس تعرف يعني عايشه على الدخل اليومي، عايشه على هاي الحياه البسيطه، وهسه بالذات يعني من بدا الحظر يعني الشعب بدا كلش يخاف وبدا يلتجئ للمحلات، وبدت الاسعار عندنا قبت فتقبه بسعر بشكل مو طبيعي، يعني مو طبيعي. احنا نطالب من الدوله بان تعون الشعب، يعني ينزلون للشوارع يشوفون هالاسعار هاي صارت مضاعفه. لويش يعني هم ما سووا فرض، يعني فرض على الاشياء الغذائيه، سووا فرض على الشعب بس ما سووا يعني فرض على المواد الغذائيه او صعدوا الاسعار. ليش هم هيك صعدوا الاسعار؟ ليش اكو ناس جدا فقيره جدا تعبانه؟ ليش هالضغط هذا على الشعب؟ يعني احنا عندنا معاناه قويه دا يعيشها الشعب. والله يا اخويا كورونا سوت حل، اولا سوت حظر تجوال وارتفاع الاسعار وسد المحلات، يعني حيل اذتنا، تاذينا من وراء حيل، تاثرت يعني حيل، تاثرنا من وراء حظر التجوال، تاثرنا من وراء الاشياء، ارتفاع الاسعار، ها ارتفاع الاسعار وارتفاع يعني وسد اكثر المحلات سدوها، يعني العالم جات تاخذ تتسوق، يعني بدل ما يسوون هذا الشيء، يعني بدل ما يسوون هذا الشيء اسوى اشياء زينه، يعني خما ابث اشياء غير ما معروفه.